أبى واستكبروا كالجنة وكلا منها أذلهما الشيطان عنها ولكم في الأرض قلنا اهبطوا منها فلا خوف عليهم اهتدوا بآياتنا أولئك يا بني إسرائيل وأوفوا بعهدي بما أنزلت مصدقا لما في ثمنا قليلا وأنتم تعلمون وأقيتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينون أنهم ملاقو رب بني إسرائيل اذكروا نعمتي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون سوء ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإن قلتم